أكد لك أنه الجيش الحر قادر على حماية الأقليات وعنده الإرادة على حمايتها. بعدين بس شوي اللي بيتابع الأحداث بالفترة الماضية بيعرف أنه العلوي والمسيحي قادرين أنه نعيشوا سوا. بعدين طالهم مين اللي حمى الأقليات بدرعة وبالياقوبية وبإدلب وبحلب غير الجيش الحر؟ هاي قصة الأقليات والأكترية، هذا بعبع اخترع النظام مشان يحقق مكاسب ومشان يكسب مؤيدين. قصة حماية الأقليات مانا غير شماعة ليعلق عليها النظام إجرامه وليضل بمكانه. هاي نحن لازم نحاربها بكل الوسائل الممكنة مشان ما تضل بعبع لأولادنا وتترسخ بروسهم ويصير السوري يخاف من أخوه السوري. بعدين بدل ما تضل تحاكيني عن أقلية وأكترية، ليش ما بتفكر بنظام الحكم يلي بيضمن كلياتهم مع بعض؟ الحكم يلي ما بيظلم فئة على حساب فئة وبيتعامل مع مواطنيه على أنهم بني آدمين مو مجرد أرقام بحساباته الشخصية. من هون بتجي حماية الأقليات يا سيادة المحقق، بلا هالشعارات الطنانة والرنانة يلي بترددوها بلا منطق وانتو حقيقة ما نكون عارفانين شو مخبى وراها.